يعد نهر البطح الموسمي أحد أهم المجاري المائية بالبلاد، وتعتبر مدينة أم حجر أهم مناطق مرور هذا النهر الذي ينبع من السودان ويصب في بحيرة الفتري. خلال فترة ارتفاع مياهه ما بين يوليو إلى سبتمبر تبدأ حركة كبرى للرعاة الرحل مع مواشيهم، حيث يمر كل يوم آلاف من الإبل والأبقار والأغنام في مواكب قطعان ترسم لوحة رائعة يقف بعض المواطنين لمشاهدتها بإعجاب. أيام دقاق ده نجي البطا وما بخلونا نلعب وشنو ده، لأن بكان الكوبري ما فيها الوتائر ذاتها بقطعون ببراميل وشنو ده الباكل وده بشنو الضين، كثير من الضين قاعدين تقعد تتا لكن أصل الحمد لله نبوع منهم اللبن، نبوع منهم الرواب اللبن الحليب، نبوع منهم أهلنا بيعد مرتاحين بيقطعوا. لما نحن زمان قمينا لقينا البطة دي لما تجي الناس بتلقوها بالكواريك بالبيلاد وشنو بقدموها، والأرض دي لما تجي ذات المراعات ذات إلا مراعي بخمسة ألف ستة ألف تبقطوه. هذا النهر الذي سمي إقليم البطحة باسمه يعتبره أهالي الإقليم هوية وتاريخا أصيلا، ويتأسف البعض لعدم استغلال مياهه بصورة كبيرة في أعمال مدرة للعائدات كالصيد والجنائن. بطن ما بتفيد برا الناس بقدروا بزرقوا طماطم درابة بيسو بربري، بعد ده فوق الصيف الناس بيسو كونتر سيزون، نفس الأشياء اللي بيسوها في الخريف بقدر بيسوها فوق في الصيف كله. ونشير إلى أن جسر مدينة أم حجر هو أول ثاني الجسرين اللذين تم إنشاؤهما لتسهيل مرور المواشي، حيث يعد إقليم البطحة أغنى مناطق البلاد من حيث الثروة الحيوانية.